السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير. معكم أحمد، وفي هذا الفيديو إن شاء الله اليوم سأريكم طريقة حذف سجل مشاهدة الفيديوهات على الفيسبوك بخطوات سهلة وبسيطة. ولكن قبل بدء هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن لن أطيل عليكم أكثر، لنبدأ على بركة الله. أولا افتح تطبيق الفيسبوك لايت على هاتفك، بعد ذلك اضغط على ملفك الشخصي، بعد ذلك اضغط على ثلاث نقاط، بعد ذلك اضغط على سجل النشاطات، بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل، بعد ذلك اضغط على الإجراءات المسجلة والنشاطات الأخرى، بعد ذلك اضغط على مقاطع فيديو شاهدتها، بعد ذلك اضغط على أيقونة الفلاتر هنا، ثم اضغط على مسح الكل. وبهذه الطريقة يمكنك حذف سجل مشاهدة الفيديوهات على الفيسبوك بسهولة، أوكي؟ أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولاستفساراتكم واقتراحاتكم راسلوني على الإنستغرام أو على الفيسبوك أو اتركوا لي تعليقا في الأسفل وأنا سأرد عليكم. شكرا على المشاهدة وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.